بروكسل قال منو شهر متكي وزير خارجية إيران اليوم إن طهران تريد بحث مواعيد محددة للمحادثات مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي. متكي رحب بالعرض الذي طرحه الاتحاد الأوروبي للاجتماع في فيينا في منتصف الشهر المقبل. هذا وأعلنت المجموعة النفطية اليابانية إنبكس الانسحاب من أكبر حقل نفطي إيراني في قرار ناتج على الأرجح عن حرصها على عدم إدراجها على قائمة شركات تخضع لعقوبات أمريكية. وكانت الولايات المتحدة وضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها على إيران للتخلي عن برنامجها النووي طلبت من الشركات الأجنبية العاملة في إيران على المغادرة، وإلا سيتم فرض عقوبات على تلك الشركات. رغم اعتماد طوكيو على واردات النفط الإيرانية، إلا أن انسحاب شركة إنبكس اليابانية من إيران ناجم لتعرضها لضغوطات أمريكية وحرص المجموعة على عدم إدراجها على قائمة شركات تخضع لعقوبات أمريكية، مما يحد من إمكانية وصولها إلى السوق الأمريكية وإلى مناطق أخرى من العالم. وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تعد المستثمر الأبرز لإنبكس التي تعمل في حقل أزديجان الذي تقدر احتياطاته ب 42 مليار برميل من النفط الخام، ويعتبر الحقل أحد أكبر احتياطات النفط في الشرق الأوسط. وكانت إنبكس خفضت كثيرا من حصتها في العام 2006 من 75% إلى 10% بسبب توترات دولية حول البرنامج النووي الإيراني. الشركات البترولية الأجنبية الأخرى بدورها قد وعدت بتصفية استثماراتها والتخلي عن أي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران. وعلى النقيض من الحظر النفطي كجزء من العقوبات التجارية والاستثمارية، يشكل خروج الشركات الأجنبية المستثمرة في مختلف المجالات في إيران استهدافا أساسيا لمصالح الشرائح التجارية والصناعية العليا فيها. وبجانب تجميد الودائع الحكومية وودائع الشركات والأفراد، تعد عملية عرقلة نفاذ الاستثمارات داخل إيران ركنا هاما من أركان العقوبات المالية. لكن مراقبين يقولون أن انسحاب شركات غربية لن يشكل مشكلة كبيرة للإيرانيين، بل أنه سيشكل فرصة للشركات المحلية على العمل. محمد العمر، MBC. سنناقش هذا الموضوع أكثر مع الكاتب والصحفي همام الكيلاني الذي ينضم إلينا مباشرة من عمان. مساء الخير. إذن انسحاب لإنبكس، وطبعا عدة شركات اضطرت للخروج من إيران خوفا من العقوبات، ما مدى تأثير هذا الخروج أو خروج هذا النوع من الشركات على الاقتصاد الإيراني؟ والله يعني أنا بدي أكون صريح، هو قرار متوقع. يعني الحكومة الإيرانية لابد لها أنها كانت متوقعة هذا القرار، وأنا بتوقع أنه هم المين كونتراكتر هلأ راح يكون بدال هاي الشغلة الحكومة الصينية. الحكومة الصينية هلأ راح تدخل على الموضوع، راح تغطي الفراغ اللي تم، وإيران راح تعمل سب كونتراكتنج مع الشركات الإيرانية، بس المين كونتراكتنج راح يكون شركات صينية والسب كونتراكتنج شركات إيرانية. الاقتصاد الإيراني مش راح يتأثر كتير بهاي العملية، بالعكس راح تقوي العلاقة بين إيران والصين. راح يدخل على الخط كمان كازاخستان. كازاخستان في إلها هلأ مصالح بإيران، الصين إلها مصالح كبيرة هلأ بإيران. في عندنا حلف جديد راح يتم هلأ بالموضوع بين إيران والصين. مش عارف انا كيف يعني مفكر الولايات المتحده الامريكيه انه يعني القرارات الدوليه بتتم، وانه يعني هلا الشعب الايراني راح يركع وانه الامور راح تتدمر. طيب، الامور السياسه مش صعب كثير. تحدثت انه الاقتصاد الايراني لن يتاثر، مراقبين اقتصاديين يعني يرون الموضوع ويقولون انه هناك يعني من يؤيد انه انسحاب الشركات الغربيه والاجنبيه انه سيشكل فرصه للشركات المحليه على العمل والعطاء اكثر لضخ الاموال فيه. طبعا طبعا. لكن لو كانت الشركات المحليه قادره فلماذا استعانت بتلك الشركات من الاساس؟ لا، ايران بحاجه للصين. ايران بحاجه للصين، الصين عضو دائم بمجلس الامن. نعم. لا يمكن إيران تتخلى عن الصين، ولا يمكن الصين تتخلى عن إيران.
نعم عموما شكرا. التنين بحاجة لبعض. نعم شكرا جزيلا لك همام الكيلاني الكاتب والصحفي، حدثنا من عمان، شكرا جزيلا لك. المزيد في أخبار ام بي سي لكم بعد الفاصل. إنتاج خلايا للكبد من الجلد البشري تمهد لإنتاج أدوية لمكافحة مختلف أمراض الكبد. وللمرة الأولى في دمشق ملتقى البزق محاولة لإحياء آلة موسيقية تكاد أن تندثر.